بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أنا اسمي يانا عبد الحميد فتحي، مصرية الجنسية، من عيلة أزهرية وسياسية. خالي المستشار أحمد الفضالي رئيس جمعية شبان المسلمين العالمية، للأسف هو عذبني واضطهدني وحرمني من الأمومة وحرمني من حقي في الحياة إن أنا أبقى أم زي أي أم، حرمني من استقلاليتي ان انا اعمل اسره واسس اسره واسس حياه، حرمني من اختيار معتقدي، جردني من كل شيء. كل ده عشان في ايده سلطه، في ايده حمايه من الدوله، الدوله القمعيه اللي ما بتحترمش حقوق وحريات، اللي بتضطهد اي حد، اللي بتكتم افواه اي حد يتكلم. انا قررت من زمان قوي ان انا اسيب الدين الاسلامي، اعلن خروجي عن الدين الاسلامي واعتناقي للديانه المسيحيه. الدين الاسلامي كله ترهيب، كله خوف، كله دم، كله كراهيه، كله اضطهاد للاديان الاخرى، كله معاداه للاخر. الدين الاسلامي ما كرمش المراه، الدين الاسلامي اللي خلى شهادتها بنص شهاده الراجل، اللي المفروض ان انا لما اشوف حاجه غلط اشوف قتل، حد قتل حد ما يصدقنيش عشان محتاج واحده تانية تبقى معايا او راجل. طب الراجل ده ممكن يبقى كذاب، شهادتي تروح، ضعيفه، ماليش حقوق. ليه الاسلام بيعمل كده في الست؟ مهما تكرموها انتوا بتكرموا مجرد حريم تتعدى على الأصابع في الدولة، ناس من مستوى معين. فين بقية الحريم في الإسلام؟ مضطهدة، متدمرة، الإسلام ضيعها، الإسلام داس على رقابيها، الإسلام جردها من كل شيء زي ما جردني، حرمني من كل ده، جردني من كل ده. الإسلام اللي بيطلب دمي، اللي بيضطهدني وبيلحقني، الإسلام اللي بيهددني وجربني من زواجي من جوزي، فسخ عقد جوازي علشان مجرد إن أنا مرتدة مش مؤمنة بالإسلام. الإسلام اللي ضيع مستقبلي ومسح كل ماضية وخد كل حياتي وخد فلوسي وخد ممتلكاتي وبيحلل دمي كله، اللي هو الموت، يا الموت المدني يا إما الموت الشرعي ياخد روحي ويحلل دمي. هو ده الإسلام؟ هي دي الديمقراطية؟ هي دي الإنسانية؟ هي دي الحياة؟ أنا أؤمن بيسوع المسيح، أنا أكفر الإسلام، أنا لا أعتقد أن الإسلام يخلصني. يبقى دي حريتي، ده معتقدي، من حق ان انا تتكتب لي في بطاقتي ما اعتقد وما اشاء وما اؤمن، اغير ديني براحتي. يكتب لي بدل ما كانت مسلمة بقت مسيحية، اغير اسمي من مسلمة المسيحية براحتي. دي حرية الانسان اتولد بيها، مش الدولة اللي بتقيده بيها. انا اتقيدت بابسط حقوقي في الحياة، اتخد مني كل حاجة، اتجردت من كل حاجة، اتحرمت من كل حاجة، بس عشان إيماني بيسوع المسيح رب المجد. هو ده الإسلام اللي بيدمر أي حد يخرج منه؟ ليه؟ فين الحقوق والحريات؟ فين؟ مجرد ما أنا طلعت من الدين الإسلامي بقيت دمي حلال،